يقدم لكم هذا البرنامج برعاية سكورس فيتال. حبو يا شد راسك بالك يلعبو هالك يا من هامرك سالك الكاميرا المخفية كل شي درناه بالنية غير باش نزهو شوية عكم تحلى صهرية نزهو في شهر رمضان شاركين معنا في مسابقة رمضان، هادو قابلين تلعبوا معنا؟ نورمال هذا قابل. إيه معليش قابل. الحصة تاعنا فيها ثلاث أسئلة، إلا جاوبتوا على اثنين من الأسئلة صحاح تختاروا الهدية تاعكم. السؤال الأول يقول وقتاش استقلت الجزائر؟ استقلت الجزائر في 62. السؤال الثاني يقول وقتاش عرضت سلسلة الفكاهية شد راسك على قناة الخبر؟ السؤال الثالث يقول مادام انا متواجدين في مدينه الصيف، السؤال يقول بواش تشتهر مدينه الصيف؟ شو ماكله ولا اي حاجه تشتهر بها؟ عين فواره. عين فواره مادام. عين فواره. عين فواره. احنا للاسف نقولوا لك ربحت معنا ومبروك عليك، نخلطوا جبد الهديه ديالك، نشوفوا ان شاء الله الحظ ديالك واش راح يكون. بسم الله اربح عروسه. انت راك مزوج، نقول لكم مبروك عليك عروسه ثانيه في الدار، وان شاء الله تكون كما يقول لك عادل بيناتهم. هذا هو يدخل جات العروسه، مبروك عليك العروسه ديالك، يبارك فيك. حسنا وياك، مبروك عليك خويا. هذه هي الهدية ديالك، أقابل بالهدية تاعك إن شاء الله. بيان سور. بيان سور. بصح ما يديهاش معاه. علاش ما يديهاش معاه؟ هكا. علاش؟ بصح هو لعب وقبل. بصح أنا اللي لعبت. هو اللي جاوب على الأسئلة. حنا سقسيناك سؤال ما جاوبتيش، هو عنده اثنين، كادو هو اللي يديه. أروح خويا أروح أروح. علاش راك هارب؟ أيوا. يوبي بلي كبيره الحاج. علاش هرب؟ وادي شكون؟ تمولو عندي زوجة. انا الزوج. ايه. انت لعبت معنا هو الوالد تاعها. بك عيشك. واحد العروسة مبروك عليكم. وشنو هو الشرط تاعك؟ 30 مليون وهميها. 30 مليون؟ وسكنها. ها؟ 30 مليون وسكنها وحدها وهميها. كل ما تبغي عندي في تاعك. ان شاء الله يا ربي. قابل قابل نورمال. قابل مدام. مدام معليش. قابله مدام. قابله نورمال. قابله نورمال. اوكي جيبوا لنا الامام لهنايا. جيبوا لنا الامام يفتح. السلام عليكم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ياك انا بس سوسو انا مبروك عليك. مبروك عليك خويا. هاي بنتو. هادو بين زوج ولادي وبنتي وهني لي الطفله. بصح ماشي بالك ماشي بالك. الله يبارك ورا يما. هذا يما ورا هذاك ورا. انا خويا تعطينا الشرط تاعها وتعطينا الهويه تاعك ندوك كوبي عليها. معلاش ندو الهوية تاع المدام باش هكذا نضمنوا بلي ما تمسخروش بالعائلة. انا المدام تاعو كيفاش نعطي الهوية؟ معلاش هو حنا حاجة ضامن من عنده. كضامن برك كضامن. مادام انتي الزوجة الأولى تاعو هذه الزوجة الثانية للإمام وفتح لها لهنايا. ها مشهود الله يبارك.
شدي راجلك شدي راجلك يا طالب جديد سي بون ديوا اسمعوا لا ما حاطيني برك الهويه تاع المعظم و ماشي الهويه والشرط تاعها باش نضمنوك برك ولا شاك ولا شاك بيان سي ماما وقيل تقلقتي زعفتي مضى نو وعلاش نزعف الحمد لله الحمد لله احنا صافي بليزير كي تكون وحده تقبل الراجل هاي يتعدد في الزواج وهذه سنه الحياه احنا دوك سنيت كيما شرط لك عطينا 30 مليون تاعنا وليفريت فامي والشهود تفهمت وبابا دوك نعطيك ماليش نقدر نعطيك طفل تدي كيفاش 30 القانون يقول لك ها وراي المراه أبي حاوس يزوجوني بالسيف لا لا صح ما ما كان تمشي أو تقبل الدوزيام حنا كل شيء مبروك وبارك الله فيك كما قال لك وتفهم مع باباك اش تفهم هذا الدراهم عندي من تفهم نعطيه 30 مليون نعطي انا نلقى في الصوالح حتى نعطيك 30 مليون ما تفتحش يا خو طلقها لا انا اروع قلت لي ارواح الزوج و ما قلتش انا واحد تزوج انا انت جيت انا هضرت معاك كنت مع المدام تاعك قبلت تجي نعرف لي شوف نقدر نشوف عليك خويا بصح ما دوك انا نعطيك تنهز الزوج ماشي هذا كيسيون زوج لا مو كل عروسه هي ماشي كل عروسه خويا حنا الطفله هاي ليك دوك هاو بابا حنا ماشي مشكل طلقها وربي يسهل عليك هاي مطلقه انا قلت لها طلقها بالثلاث خويا بال 50 ماشي غير بالثلاث وشنو بال 50 بال 50 طلقه ماشي غير بالثلاثه برك علاش دوك حنا مادام الطفله راهي مطلقه دوك عينيها راه محمارو بس ماناش نلعبوا بنات الناس مدام ايه مانيش نورمال ما عندك حتى مشكل هاي زينه عجبتني عجبتك نورمال هاي نورمال كيس سير ما نورمال ما عندك حتى مشكل تعرفي شي نعلم انا تعرف شقي البطاطا هذه تشوف معنا الولد ديالها ايه نعلمها نورمال هاي عطينا 30 مليون خلعنا هذا ثاني باباها 30 مليون ما كاينش حاضر هذاك معليش عطيني برك لا فوتو كوبي تاع لاكارت لا بيرمي جهزها معايا معليش ما ضام خير بدا صافي ما ضام برك في الطاكسي برك باش يقادي الكونتاكت تاعك بيان سور باركينغ يجيبها هاك داي تخلي ما ضام لهنا معليش دير معايا فيديو لا لا خويا وين المشكل؟ ها؟ تقابله وين المشكل؟ نورمال ماشي مشكل كاع اما احنا حاولك نعطوك الورقه تاعكم اللي باش تديها كلش او خالص ريزيرفي باش تجوزوا بها مبروك عليكم اخويا شد راسك بالك يلعبوها لك يا منها ما راك سالك الكاميرا المخفيه كلشي درناه بالنيه غير باش نزهاو شويه معاكم تحلى سهريه نزهاو في شهر رمضان سعد جيب الملهوف تخلع وشدو الخوف مسكين يشبعك فوق حتى عليه البليه جو تربح له هديه خد عراهي من الدنيه خدم عقلك شويه الخوخ ماشي رمان واحد تخليه يحفف دقيقه هاي وتلف ارقد وهو واقف ما بقاش يدير امان اخويا شد راس بالك يلعبوها لك يا منها ما راك سالك نزهه في شهر رمضان قلت ديالي اسمع غير باش يسمع لي بعدا لا طاي اسمع غير باش يسمع لي بعدا ما ضام نبداو بك واش بك احكي لنا روح منا سمير باسكو ما ضام هي خايفه منك شويه شتي واحد كثر من الزوج الله يبارك تما ما محتاجني ما يدير فيها والو دموع علاش ما ضام تاع الفرحه جميل كيف قتل اسمك اكون كونفيرميتي 100% كاميرا شكون انت ليه ما شبه انا ما شديتي راسك ما دام ما شديتوش مازال شديت راسها ولا دموعها قولي كلمه الناس لا يشوفك ما دام ميرسي بوكو صحه رمضانكم
ما عندي حتى ورقه سنيتي عليها والله هذاك الدواء خاف لها. واش تقول كلمه الناس اللي راهم صايمين وراهم يشوفوا كلهم واسمو عقبوا رمضان باب الصحه ولهنا وما تقلقوش في رمضان بزاف وشدوا راسكم شدوا راسكم. قدم لكم هذا البرنامج برعايه سكورس فيتال.